الواحد بيفخر بالاستراتيجية المتكاملة الشاملة لقطاع النقل. يعني أنا هبتدي بالأول قطاع النقل بشمولياته. يعني بصراحة الفترة اللي فاتت شهدت تطورات كتيرة في قطاع النقل. كان دايما عندنا تطور في قطاع الطاقة الجديدة المتجددة وقطاع البترول، وكان في المرحلة دي احنا بنشوف فعلا في بكلم على مش بس النقل البحري، ولكن بتكلم على النقل الجماعي، على الطرق، على السكة الحديد، على المترو الأنفاق. فهذا قطاع مهم جدا، وأنا دايما بأكد يعني لما بتكلم على زيادة الاستثمارات أهم حاجة. يعني مش بس بناخد استثمار وقانون الاستثمار وقانون الشركات وقانون الفلوس، ولكن المهم جدا البنية الأساسية في قطاع النقل. لما بنتكلم على التنافسية بين الدول وإزاي إن احنا نجذب استثمارات أكتر لبلدنا، فبنتكلم على مناخ استثمار جيد، ولكن مهم جدا بنية أساسية قطاع نقل متكامل. والنهارده طبعا احنا بنناقش الخطه المتكامله الماستر بلان لقطاع النقل البحري والمواني. بالنسبه للاستثمارات، انا بتكلم ان قطاع النقل البحري وقطاع النقل عموما مهم جدا لجذب استثمارات في الفتره القادمه.